خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم. كنحيي الجميع، كان حجم المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خاصه المتتبعين قناه باشي العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم، ودائما كنرحب المتتبعين ديالنا الجدد، حتى هما كنقول لهم مرحبا بكم القناه ديالكم. وبحال دائما اخوتي، واحد التحيه لجميع المغاربه في العالم، في ما كاين شي مغربي في العالم، انا كنقدم له التحيه من المنبر، وخاصه جميع المتابعات والمتابعين ديالنا، كل واحد باسمها وكل واحد باسمه، راكم عزاز ومشكورين. وتما ما كنكونش في القناه هذه بلا بكم راه ما كنسوي حتى شي حاجه، ودائما كنشكركم على كل كلمه كتبتوها لا تقدر بثمن، والله العظيم لا تقدر بثمن. وكنشكركم دائما، وتما راكم هما يعني الطب في القناه هذه، والصراحه الله يعني. وكان حاجه كيف نشكركم، والله العظيم كان اللي كنبقى مكتبر ما نقول، ولكن دائما نقول بالسلام ديالكم. وهذا المهم اليوم نعاودوا اخوتي واحد القصه اللي عندها العلاقه يعني بالعالم ديال التمزنيز. ملي كنقول العالم ديال التمزنيز ماشي كيعني ان هي المخدرات هي اللي كتدخل في العالم ديال التمزنيز او شي حاجه ديال الامور، لا، كاين بيع وشراء زايد المخدرات اللي هو بيع وشراء في العمله الصعبه، يعني الناس ديال الصرف. ملي كنقول الناس ديال الصرف، وخاصة الصرف في العالم اللي كنقول حنا السوق السوداء او السوق الكحل، يعني كتجبر اكثر الناس اللي كيتعاملوا بالعمله الصعبه او الصرف يتعاملوا مع البزنس الكبار اللي هما داخلين في العالم ديال الاجرام والمخدرات والتصافي ديال الاموال. وحنا عشنا واحد الفتره في واحد الوقت، كنا حنا بين داك العمر ايام ديال الطرايا الصرف، كنا كنعمل الصرافيه، كنا كنصرفوا تما، وكانوا تما الصحاب والخوت وهادي، وكانت الامور عاوتاني شكايه والعالم يا خور. ولكن اللي كانت مزيانه في ذاك الوقت اللي كنقول لكم انا يعني السبعينات والثمانينات والتسعينات، اللي كان مزيان هي ان كانت الفاكهه، يعني العمله الصعبه كانت مخلطه، يعني الدول الاوروبيه كل دوله كانت عندها العمله ديالها خاصه بها، بحال اسبانيا نقولوا بالسيتار، المانيا المارك، بلجيكا، فرنسا كان عندهم الفرانك، هولندا عندها الخلد، خلده يعني كل والليره الطلاين، يعني كل دوله عندها العمله ديالها. كيبقى واحد يعني واحد الخلط، يعني واحد حنا كنسميوها الفاكهه، يعني كتجبر مثلا يعني من اللي كيروج كنداو الدا الصرف ضروري، وخاصه في قدام بلايا يعني قدام بام مرسى، كتسمى خارج مرسى المدينه، يعني كتبارك المدينه اللي كان قبل طونجي ميد، يعني كانت البلايا كان واحد الواد ديال الفلوس تما، كلشي مجموع تما في البلايا، كنقول البلايا يعني كان مجموع كل اللي قلتي تما، ها لاكرت الترن على المرسى، هاكا باقي تما الكيران عاوتاني، وكانوا تما الساتيه والقهاوي والمطاعم ولاجونس كلشي تما، يعني واللي قلتي تما البزنازه ها القماره السرق البركاكه اللي قلتي مجموع تما، يعني ولكن كانوا تما الوداد الفلوس الصراحه الله يهدي. وكان ديك الوقت والصرف اللي كان تما عاوتاني كيصدر واحد الامور في الشكل، كان بنادم كيصرف، وخاصه رجعنا عاود شي حاجه من قبل، كانوا البنوكا ما كيعطيوش العمله الصعبه، بالعكس انت اللي جبتي العمله الصعبه كيشبروها من عندك، ولكن ما تجي يعطيوكم العمله الصعبه كان داكشي صعيب ما يعطيوها لكشي. مع مدة عاوتاني كتقدموش بدا كيعملوا واحد مقدار بسيط، يعطيو مثلا تفوت شي 5000 درهم باش عاد تصرفها مثلا، وتحولها بسيطة، خاصة كانت بسيطة اللي كانت ضرورية، لأن الإنسان اللي كان عايش في أوروبا كيقول على إسبانيا، وإسبانيا هي اللي كان كيبقى فيها مثلا أماكن استراحة، وكانت تما تقدر تعمر ليسانس أو أوتيل أو تشري سوفونير، لا ودا خصك البسيطة، غتكون ماشي في فرنسا بلجيكا أو شي دولة عاد تقول على إسبانيا، وإسبانيا كانت ضرورية يكون عاد معاك البسيطة. هذه العمله كما كيروج فيها في الساعه اللي كانوا الجاليه ديالنا المغاربه خارجين دول الاقامه ديالهم اوروبا كانوا كيحتاجوا بسيطه، وكان تما كيوقع هنا كان بنادم كيدبر على راسو، وكانت الامور تا كتعرف بيع وشراء خدام مع المده وهادي، وداك الشيء كان بخير، وكانت بقى الامور في اشكال، يعني الناس اللي كانوا كيجيو من المغرب صح الله هي، لان كنقول مثلا القوسين المغاربه اللي عايشين في اوروبا وفي العالم راه والديكم ماشي هو انتومك، الوالدين ديالكم اللي كانوا في اوروبا عند الناس اللي مشاو الوالدين ديالهم كانوا اللي عاشوا مع الوالدين ديالهم يعني خلقوا تما والامور، يعني الوالدين ديالكم عاشوا واحد الفتره كان فيها شويه ديال التناره، وكانت الصعوبات وكذا، يعني في السفر بحال هادي السفر كيدار مسافات طويله، الطريق مثلا كان مثلا في فرنسا ولا كان في بلجيكا شحال الطريق كيدار في الطوموبيل باش يدخل المغرب، وهادو كيجي من المغرب باش كيقوم بصلة الرحم وكذا وهادو بزاف ديال الامور، وكيجي هنا عاود الامور شويه مرمده شويه، الامور ديال الصرف والامور تاع يسافر عاوتاني يكون راجع بحالو عاوتاني مالك في الطوموبيل راه الصرف مفهوم دبركو حتى البلاصة طورو، وبنادم صرف الطوموبيل باش يدخل هو فوت يسافر. اليوم الحمد لله تبدل داكشي هذاك، امور مرسى كبيره دابا طونجي ميد والبوابار موجودين والطرق الموجودين والسفر والطيار فيما بغيتي، يعني كاين واحد الراحه كاين واحد الامور مزيانه. ولكن انا شني عاد نوضح الصرف اللي كان قبل مع الصرف اللي كاين دابا، يعني الصرافيه والبزنس اللي كيبيعوا في العمله الصعبه ما قبل الاورو وما بعد الاورو، باش نوضح بعض الامور. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل بحال دائما لازم تكون شي حاجه ما تبخلوش علينا، عملوا ابونيتك على الاشتراك الدائم وصلكم الجديد، وعملوا اللايك وجمعوا وبارطاجوا وتفرجوا القصه حتى الاخر. هادشي اللي نعاود عليه صعيب وصعيب بزاف صعيب عفوا. يعني قبل كانوا البزنسه
انت كانت كتهرب الحشيش في اوروبا، حنا كنعرفوا يعني احنا دارنا الثمانينات والاوائل ديال التسعينات كانوا معروضين بالبزناز اللي كانوا في طنجه، كانوا كيتحسبوا فلان فلان فلان، عملوا الديب هاد الدرقاوي هاد التمثماني ها الفحصي ها الكيسي ها المهم ها مرزوق يعني معروفين فلان فلان فلان، وزيد كتعرف امور كيفاش عامله، واللي داخل في اللعب يا اخر عاوتاني كان بعيد ما كيعرفوا بنادم حتى تفجر في الامور ديال 1990 بدا كيعرف بنادم بحال عبد العزيز اللي خلوفي بحال المهم بزاف ديال الامور، يعني هادو كانوا بزنس كانوا معروفين، وهادو كانوا خاصه كانوا كيطلعوا الحشيش لاوروبا الحشيش، ولكن كيجيبوا في عوطه العمله الصعبه كيدخلوا البسيطه وكيدخلوا العمله الصعبه للمغرب، كانوا كيجيبوا الفلوس بالعربيه كيدوا الحشيش كيجيبوا الفلوس، وملي كيجيبوا الفلوس كان كيبقى هنا البنية العمارات كدا الأمور، تا كتعرف ملي كيدخل العقار البناية كتعرف البنية راه كلشي كيروج، كتعرف البنية ما تعرف من العمارة راه العمارة راه جميع أنواع البشر عاوتاني صنعة كيدخل في العمارة، كيدخل البناي والمقاولات وكيدخل الناس ديال الإدارة اللي كيعطوا البلان والناس ديال الكوادس البنية التحتية القادوس كدا الضو والما، كيدخل البناية يعني كيقول مثلا النجار الحداد القباصة يعني والعساس يعني اليد العامله تبص هكا تدخل الامور، كان كيروجوا البلاد، انا كنهضر ماشي كنقول لك انا راه بدا البزنس خصو يكون، لك كنقول لك كيفاش كانت الامور، كيفاش كانت الامور، ومع العلم احنا كنعرفوا عاوتاني انا ملي شبرنا الاستقلال والاستقلال كان المغرب كامل عامه من طنجه وجميع المدن، كان دائما كنقول لكم كانت الارض خويه بزاف والغرس وكانوا البرارك والديون كانوا قليلين الا شي حاجه رايده واذا طرفه، وهنا كانوا دخلوا البزنسه وبدا كيبنيو البني الكبير العمارات كدا، والناس خوتنا عاود الجاليه كانت مقيمه في الخارج اللي كانوا كيخدموا عاود عندهم واحد الفكره كيجيو لبلادهم كيبنيو عاوتاني الدور هنايا طنجه ولا من غير طنجه، المهم كانت هذه الامور كتوقع فيها البنيان وبقى الاعمار بدا كيمشي هيدا وتاثر داك الشيء دابا شي حاجه ما تصورش بالعقليه ديالك، ولكن هاد البزنسه كانوا كيجيبوا الفلوس، ملي كيجيبوا الفلوس كانوا كيخدموا بهم، وكانت الامور ماشيه مزيانه، وعاد الناس عاوتاني كيجيو على برا كيجيبوا العمله الصعبه كتبع في بلاي كلشي كيصرف امور غادي والنشاط والرواج والحركه وداكشي كان بخير كان بخير بصح، ولكن مول 1996 بعد ما تشوفوا البزنس اللي ولا وهادي والحباسات وتحكم على جارتين بالدوله اللي عنده امور، ما عاد هرب بزنس اخرين هرب بزنس اخرين من منير الرماش ومن منيني وسوكاطو الحاج يعني المهم غير ما طاح حتى طاحونا ولا المهم بالويدان اللي ظهروا جدادين اللي ظهروا جدادين اخر معروف بلا بقى نسميهم، وعاد هما عاوتاني يدخلوا في حروف على بعضيتهم والحباسات وهادي، ولكن الحاجه اللي كانت فيهم ماشي مزيانه كانوا كيهربوا المخدرات وما خلاص المخدرات الصلبه، ولكن ملي كيهربوا المخدرات ما كانوش كيجيبوا الفلوس كيجيبوا عاوتاني كيبدلوا كيجيبوا يعني سلعه سلعه دير حشيش جيب الكوكايين دخل الكوكايين دخل الهيروين جيب باسطيه جيب كذا، يعني ما يعني مصيبه مصيبه وسهل، يعني البزنس الاخرانيين كانوا مجرمين بصح حقيقيين، انا كنقول شي مالك بزنس في حشيش وكذا راه كلشي لا، يعني على الاقل الناس اللي كانوا قدامين كانوا كيديو الحشيش كيجيبوا الفلوس، هادو لا هادو كيديو الحشيش وكيجي في عوطه الاكستازي وكيجيبوا الروتشيز وكيجيبوا شي انواع ديال الباستيات وكيجيبوا شي حاجه اللي خارجه على الاخ الفطره ديال الانسان شي حاجه مخابعه بلا ما تعرفها، وكاين اللي كيجي في عوطه الحشيش كيدي الحشيش كيجي فيها عاوتاني السجائر المهربه الحشيش الكراطه الكارو ديك الانواع ديال الكارو مصيبه عظمى، وكاين اللي كيجي معاه سير الكوكايين بعد كوكا كتمشي من هنايا مخربقه وياخذ، لان الناس بزنس الاخرين كانوا مجرمين ما كانوش كيجيبوا الفلوس كانوا كيجيبوا الحاجه اللي تدمر بنادم، وفي نفس الوقت انا قلت لكم الوالا شنو اللي كيعملوا كيبنوا العمارات كيبنوا شي حاجه اللي غيخدموا فيها بنادم، انا كنقول لك شي دابا تكملوا الحرام انا كنقول لكم الدار الامور كما هي، هاد البزنس الاخرين لا كيديو الحشيش مثلا كيجيو في عوطه الكوكايين اولا كيجيو في عوطه الهيروين او الاكستاكزي او شي انواع ديال الباستيات، عاد داكشي اللي كيجي خصهم يبيعوه هنا عاوتاني خصهم يبيعوه ودوا مع البزنس ديالهم برانطوز ديالهم وبقى تبيع داكشي اللي هنا عاوتاني تا كتعرف الامور، وفي نفس الوقت حتى ديك الاموال اللي عندهم ما كانوش كيبنوا بها العمارات يبنوا بها المشاريع لا كيمشي يبني لك القهوه الشيشه باش يهلك عباد الله ولا يبني شي ديسكوتيكا كبيره شمالها ليلي ويعمل لك كذا قال لك فلان فتح ما تعرف مارينا سما شي ديسكوتيكا دابا شي اوتيل عاوتاني تا واحد الاوكر ديال الفساد والدمار الشامل فقط داكشي اللي كيعملوا وهادشي اللي كيدير وفلوس اكثر ياك كتمشي عاوتاني في الكازينو في القمار كدا بامور ويفسدوا في عباد الله والعائله في الشباب، هذا هو البزنس الاخرين يعني مجرمين مجرمين 100% ما كاينش تسخر شي ولا هادي، علاش كنقول لكم الفرق كبير بين هذا وهذا، ولكن انا غنهضر اليوم في امور اخرى اللي هي تكس عند العلاقه مع البزنس الاخرانيين، لان كانوا بعد بنادم بعد الاشخاص كانوا يعني مثلا بزنازه ولكن بعض الاشخاص كانوا عايشين عند بزنازه ولكن شنو المهمه ديالهم هما كيحاولوا لهم ديك العمله الصعبه كيقول لي اخر عايش في طنجه هنايا عنده الاموال الطائله وعنده الناس ديالو في اوروبا خصيرا اسبانيا ولا بلجيكا ولا هولندا،
ممكن يتعامل مع بزنازه، بزنازه اللي كيطلع الحشيشه اللي كيطلع المخدرات في اوروبا كيشبر فلوس تما يعني بالعمله الصعبه، وخاصه نظام اوروب 2000 من فوق، يعني ديك بزنازه اللي كيعملوا كيحاول لك في الصرف تما، يعني ما يقدرش يجيب لك العمله الصعبه يا خو المغرب عاد يصرفها، لا كيصرفها له تما ديك بزناز كحال ما عنده اورو كيردوا له درهم، ولكن ديك الدرهم كيعطيه له في اوروبا حتى كيجي من المغرب، وديك التعامل مع بعضيتهم امور دما فيها كلشي عارف هادشي هذا، يعني زاد بنادم هذه الخدمه ديالو، حنا كنعرف بنادم هنايا عمي الحاج عمي الحاج والحوانت وباخر وبدا تقول شي كيبيع شي هذا وكيبيع شي هذا الحوايج والتو، ولكن هو لا هو عنده يدو مع المافيا اللي في اوروبا اللي كتسرد الحشيش والمخدرات بصفه عامه، وكتقوم تحويل الفلوس ديالو في اوروبا كتبع من عندهم اورو وكتجي معاك تدور درهم وداك الشيء ماشي ودا امور. دابا انا كنوضح يعني بعد ما كانوا الصرافيه كيعمروا البلاير ايام ديك كذا وبقات الامور عيداك، من ظهر الاورو الصرافيه البلاير ما بقاو شي، المرساتي ما بقاتش شي عاود نعملوا الطونجيميل، لاكارت التري ما بقاش شي، بعض الامور كامله ما بقاتش، يعني البلاير ما بقاش فيها الصرف، ما بقاش فيها الصرف اللي كتعرف، وخاصه من ظهر الاورو ما بقاتش الفاكهه، لان الفاكهه اللي كان فيها الرواج الاورو كان معروف الثمن ديالو كيطلع قد ولا كان مقدر معروف. المهم هنا شنو عايب عليهم بزنازه، وخاصه بعض المحلات اللي كتعاملهم علاقه مع الابناك، حنا كنا كنعرفوا بزاف ديال المحلات حيصطاكوا في سوق الداخل وفي بلايا ساكا كيبيع الكارو والبقال، هو عنده العلاقه مع البنك يصرف مثلا الفلوس عنده بلاكا مسويه الصرف، يعني كيتعامل مع الابناك يعني وعنده واحد البورسنتاج ديال اللي كيدي فيها، يعني كانوا معروفين، ولكن لا من بعد هو عاوتاني في سوق الداخل بعض المحلات تخصصوا في الصرف، يعني عاملين عاوتاني عامل المحل ديالو خاص للصرف صح، حنا كنا كنعرفو سوق الداخل بزاف ديال المحلات ما كيصرف حد بازاريز ياخر كيبيع كاسادور دجيل وكيصرف، ياخر عنده محل بيع وشرا الحوايج كيصرف، ياخر بقال كيصرف، الخضر من البانه كتصرف كلشي الحوايج سوق الداخل كامل كانوا كيصرفوا. دابا لا دابا خلاو بعض المحلات اللي عندهم الرخصه عند الابناء كيصرفوا معاهم باش يجمعوا لهم اورو، يجمعوا اورو عندهم الابناء والابناء كيتعامل معاهم كيجمع الاورو كامل للصرف اللي كيجمع بالعمله الصعبه كيدا في البنك، والبنك عاود كيعطيه الدراهم كيدي واحد البركه ديالو كيربح فيها هو شي 1% ولا شحال كيدي عنده الامور ديالو. ولكن ما تنساش بان كاين امور اللي كتخدم تحت الطاوله اللي كتخدم عشان داك الشيء تحت لتحت، هنا كاين بزاف ديال المافيا اللي كيخدموا عاوتاني في الصرف، ولكن كيعملوا التعامل عندهم الرخصه مع الابنك، ولكن كيخدموا الحاجه ديالهم خابعه بلا ما يفطن لا بنك ولا حتى شي حاجه، وداك الشيء لعب كبير خاصه مع البزناز انا قلت لكم كيف كيتعاملوا مع الناس اللي كتبيع وتشري بزاف ديال الامور، ماشي حتى الحشيش بزاف الامور ديال مهربه كتبع على برا يا خويا دخل فلوس من المغرب، كاين بنادم على برا عنده الفلوس تما وتسرقه ولا كيسرق المحلات التجاريه مجوهرات بنوك، المهم عنده الفلوس خصو يدخلوا من المغرب، الطريقه اللي كيدخلها بها هو ديك البزناز اللي كيصرف كيعطي قد وقد الاورو كيجي المغرب كيجبر درهم وكتمشي الامور وما شاهده. دابا غنوضح بزاف ديال المحلات اللي كيصرفوا الفلوس واللي كيصرفوا تحت تحت داكشي كريميزات على الناس الغبره والناس المخدرات شي حاجه ما تصورش بالعقليه ديالك، والامور طائره بالملايير حتى هما. بحال مثلا واحد الشخص كان خدام مع واحد الشخص يقول له عمي الحاج، عمي الحاج عنده المحلات يعني كيصرف يعني بالرخصه ومعامل خدام مع البنك يعني بالرخصه البنك يعني عنده حق يصرف يعني، ولكن هو عنده الناس ديالو اللي كيصرف داكشي في السوق السوداء داكشي مخبع مخبع، والاموال طائله بصح وكيتعامل مع بزنازه ومع الناس اللي هما خصهم الاموال طائله، وفي نفس الوقت كيتعامل مع بعض الاشخاص، انا نوضح الامور كما هي، بعض الاشخاص كتجمع تما عندهم يد عاوتاني في السلطه داخل في السلطه لا برلمانيه ولا رئيس الجماعه ولا مهم شي حاجه كذا، تا هو عاود دار تاع الدوله عاوتاني دا صندوق الدوله استولى على المال العام وكيخصو يهرب ديك الفلوس على برا، عاوتاني كيتعامل مع هاد الناس هادو كيجيبو ديك الفلوس الدرهم وكيمشي على برا كيعطيهم له اورو تما باش كيديهم البنك السويسري عاوتاني خدام تما ولا شي بنك، عاود السراق المفسدين اهل الفساد اللي عندنا هنا عاوتاني في المغرب اللي هما عاوتاني كاين كتاب كاين بزاف منهم عاوتاني ارض عباد الله يسرق يبيع وديك الفلوس عاوتاني خصو يخرجهم على برا كيخرجهم بالطريقه هادي، البزنازه اللي مكلفين بالفلوس كيديهم له حتى كيديهم هو السويسري خدام تما، وسويسرا مستوكيه بالفلوس مستوكيه بالفلوس ديال اصحاب الفساد المغاربه ولا المغاربه كيموتوا كيبقاو تما ما كيشكروا من الخبر كدير سويسرا مؤخرا، راه كارثه عود ما وقع في هادشي هذا، وهاد الناس هادو اللي كانوا بزنازه كيعاونوا مع هاد الناس هادو. دابا هاد الشخص هذا خدام مع عمي الحاج، وهاد الشخص هذا كنسميه عادل، هاد عادل الخدمه ديالو مقابل كيصرف مع من مع عمي الحاج، وعمي الحاج عنده العلاقه مع من مع البنك اللي عطيه الرخصه يصرف، ولكن هو عنده العلاقه مع المافيا ومع المفسدين كذا اللي كيصرف لهم كيدير لهم الفلوس والامور ماشيه. واحد المره هاد عادل كيدي الفلوس بصح كيجمع الفلوس اللي كيديهم كيدي من الفيلا لعمي الحاج مخبين، كيجمع الفلوس مع عمي الحاج وكيباع الامور يعني واحد المقدار ديال الفلوس كيمشي للبنكه، يعني داكشي تحت تحت وكيجيو الفلوس على برا
وكيجيو الفلوس من هنا من داخل المغرب، يعني قلت لكم على برا البزنازه اللي كيطلعوا تما ولا اللي كيسرقوا تما ولا اللي داخل في المغرب، وكاين عاوتاني اللي كيهرب الفلوس من المغرب لاوروبا وكيخدم هذا الشيء. يعني واحد المره كتعند واحد المقدار ديال الفلوس كيديهم هذا الشخص هذا اللي واد عادل للفيلا ديال عمي الحاج اللي خدام عنده هو. كل مره واحد المره عندي واحد الفكره شني عجبان له يصوت في عمي الحاج تبع عادل، كيقول راسو خدام على الشخص هذا شني كيعطي نهار كامل خدام كيعطي ديك 150 درهم 200 درهم في النهار وتماره وليل ونهار وجري وكفاع وهادي وعلى والو، وعندنا كاين لا صندوق الضم الاجتماعي ولا حتى شي حاجه هي جبد الحبل معاه، وديك المقدار يومي هو هذاك يعني شني كيفكر عايزدح عمي الحاج. هادي داك الدور له في العقليه ديالو خصو يصدق عمي الحاج، مع العلم انه هو مره كيكون الفلوس صحيحه كيكون عنده كيوصلها فيلا عمي الحاج، كيكون عمي الحاج يصاردو يدي ديك الفلوس تما بالدار. المهم الفلوس كيجيو كنقول لك دائما كيجيو الفلوس بزاف. هاد المره عتجي واحد الكاندينا فيها يعني كنقول لك 400,000 أورو، 400,000 أورو، هاد 400,000 أورو تعادل 400 مليون ديالنا حنايا كمغاربه، 400 مليون سنتيم مغربيه. هاد 400 مليون جابتها وهي أورو، ماشي فلوس العملات ديالنا الدرهم، لا أورو، جابها شي واحد معنا برا باش يديها لعمي الحاج. يعني قلت لكم فلوس كيدخلوا معنا برا عند بزنازه كيشبروهم تما الناس ديال عمي الحاج اللي كاينين عاوتاني في اوروبا، كاين اللي في بلجيكا وكاين اللي في اسبانيا، كيشبروا ديك الاورو ومن بعد الاورو كيدخلوا بالطريقه ديالهم الخاصه، وداك الشخص اللي بزنازه وداك الدار ديال المخدرات كيجي من المغرب كيشبر الفلوس اللي عطاها في اوروبا درهم عند من عمي الحاج والناس اللي عاولي عنده العصابه ديالو. المهم دابا هاد عادل عادي بينا خصو يضرب شي ضربه تكون ضربه صحيحه، بقى كيتسنى جات هاد الفرصه ديال 400 مليون سنتيم مغربيه عطاوها له. سعيد دائما كيجي كيسلموا له الفلوس باش كيطلع من هو لفيلاد عمي الحاج. شنو عندي يعمل؟ عادي يمشي يجي واحد ربعه ديال الاشخاص وعادي يتعامل معاهم وعادي يتفاهموا بانه ما عصابه ومركزين عليه وسامرين عليه وعساسين عليه باش عايز يدحوه، وعاطيهم كل شيء باش يعرفوا ما عنده الفلوس وهادي، ولكن هو غادي يخدم هاد الخدمه هادي مع هاد الاربعه ديال الاشخاص. المهم جوج ديال الاشخاص هادو كامبير الروس واعرين وكذا وهادي وداخلين في العالم ديال العصابات والعالم ديال التبزنيز والعالم ديال كذا، وجوج اخرين ايبرانتوس معاهم باش يعاونوهم في الخطه. شني الخطه؟ هو يكون كيجيب الطوموبيل وديك الطوموبيل فيها 400 مليون باش يطلع يديها ونعمل عاد من الفيلا ديالو من الجهه ديال كاليفورنيا، عرفوا شي الحومه كاليفورنيا معروفه. المهم عيديها له الجهه ديال الجبل الكبير، حنا نقولوا الجبل الكبير حنا كاليفورنيا معروفه. المهم عيدي له الفلوس حق يدي دائما، ملي عيدي ديك الفلوس من عيقوز هو دائما ما كيقولش شي مال الشارع هذا اللي هو الكورنيش ديال المرقاله، ما كيقولش شي منه انا ما كيقولش شي. يعني ملي كان شحال هادي كان باقي ما تعدلش حتى الطريق تمايا، ومع ذلك كيقول الطريق ديالو اللي معروفه كيطلع على البوليفار وعلى سوق البقار تما كيهاو داك الشيء قريب، لا هنا ما كيقول على الكورنيش المرقله عيقوز، وعامل مع ديك الناس هذوك عيتعرضوا له في كورنيش المرقله وعيديو زعما يخرجوا عليه وعيديو له الفلوس، فهمتني؟ والكورنيش المرقله كنقول لكم في الشتوى، كنقول لكم شي دابا انا هذا الشيء هذا فوقاش عاود ساقتيني في التاريخ ديالو، هذا الشيء راه ماشي بزاف، هذا الشيء في 2014 راه ماشي بزاف 2014 كان كيجيب لك الفلوس بحال دائما كيديهم، ولكن هاد المره عيقول على الكورنيش المرقله زعما تما يخرجوا عليه يخليهم بالحجار عاد يهرسوا الطوموبيل عيوقفوه وعيديو زعما ديك الفلوس وعيضربوه بشي حجره من الراس هو كذا هادي الامور، وعاد يهربوا وعيخليو تما تما شي واحد كان تيمشي مع شي واحد تما عاوتاني بالموتور كيسبعو من اللورا كيمشي مع زعما دائما باش كيعس على بعد، هذاك هو اللي عاد يمشي باللاق يعني عمي الحاج بانه راه عادي تعرض لعمليه البركاش في الطريق داولو بدا الامور عمي الحاج بر الطوموبيل هو وشي بنوه ولا شي واحد عاوتاني جاو كيجيرو تما كيجيبو الطوموبيل مهرسه يا خور مدمي والطوموبيل تجي مهرسين وكاليا مع الحاج تمايا اش كاين قال لك شي عصابه سبع سنين كذا وهادي يا خور الموتور كيقولوا لي انا شفتهم وقفوا على الطوموبيل وهرجوه بالهراوه والسيوفه وما عرفش منين وكذا والفيش فاسات والحجر وداولو بدا الامور. يعني كيف هاد الناس هادو عارف عندك 400 مليون عارف عندك الفلوس انا النهار هذا وعلاش انا كاز من كورنيش المرقاله ما عمرك وسيمنو حتى اليوم يعني تما انا يعني ما عارف الامور كيف عامله. وداك من الموتور اللي كيتبعو دائما كيكون عادل ماشي الطوموبيل يعني كيتبعو يعني ماشي متفاهم معاه ولا شي حاجه على النيه ديالو ما عرفت شي حاجه اللي عرفوا ان حطوا له وقفت عليه وكالاتو تما في كورنيش المرقاله وجبدوا على السيوف والهراوات والحجار وكلاوه وهرسوا كدا وفرعوا وداو ومشاو بحالهم مشاو بحالهم. المهم
حنا عندهم قال لك يودي عندهم واحد الطروفيرا الماركه فلان فلانيه اللون فلان فلاني كذا هذه صافي صافي بقات الامور هكذا. دابا عمي الحاج هي مشات له 400 مليون ولكن ما يقدرش في تشيكا في كوميساريه ما يقدرش لان هذا السوق السوداء يعني مشيتي تشيكيتي عزك المنتا كتعرف لان هادشي هذا ممنوع الحمله الصعبه تتصرف فيها ولا يعني كتما خارج القانون يعني وخاصه تكون عندك العمله الصعبه او عندك واخا حتى الفلوس الدرهم عندك فلوس بزاف اش كيعملوا معاك؟ يعني الاماكن ديال الفلوس هي البنك بقا يكونوا ديالك بقا يكون عندك فلوس في الدار منزلين ديالك وقع شي حاجه بهم تسرقوا او تحرقوا انت اللي كتحمل المسؤوليه ديالك لان الفلوس المكان ديالهم هو البنك. اما العمله الصعبه فهذيك تما اختيار ديال القانون تقدر تعاقب عليه ودخلوا معك الديوان ودخلوا معك بزاف ديال الامور دخل معك حتى السيزي سيزي وقت بالصهر شحال واحد كان عارف واحد كيعيطوا له تشاطو كان ملياردير ملياردير بصح وكان معروف صرايفيت بصح يعني كاين شي اللي كيقدي عليه وهاك كان واعي وصحيح وعنده الكيزان كيقول حنايا والاموال طائله هذا جات المافيا عتسرقو من الدار عساس عليه ما يكون شي يعني في طنجه في الدار ديالو مسافر عاد تجي المافيا من الدار ديالو عاد دق كانها السلطه المعنيه جات من الدار عاد تفتش على فلان دقوا فتحت له المراه فلان ما عندهاش قال لك ما عندها شي قال لك يودي حنا مخزن خصنا نفتشو حنا كذا المراه مسكينه ما عرفت حتى شي حاجه فتحت له من الدار دخلوا يفتشو وخرجوا فوق صحيحه من تما من الدار وداوها هما مديرين مخزن لا والو ومقع ذلك ما قدرش يمشي يتشكى او يعمل شي حاجه وما كان تفجر داك الشيء هذاك وتفضاع وهادي ودخلت مع السلطات وعاقباته وخا داك الشيء مشى له ودخلوا معاه في المحاسبه والسيزي كذا يعني داك الشيء ممنوع العمله الصعبه تسرب بها تينا خارج اطار القانون او تكون عندك مجموعه مخبعه في الدار كتخترق القانون كتتبع لها عقوبك او لما تعيش واحد تشكى بك او شي حاجه راه يتبعوا قانونيا دابا هذا عمي الحاج وخا 400 مليون ما يقدرش يتشكى من المخزن علاش لا مشى تشكى بحال عاد يعمل المصائب لراسو هو ولكن باش يرد فلوسو كخصو الطريقة الثانية اللي هي الطريقة ديال العصابات أو تصفية الحسابات والاختطافات والأمور التعذيب هذه هي القصة اللي كيخدموها أي ميدان في العصابات كانت المخدرات في أوروبا ولا في العالم ماشي عبد الله هنا كيوقع تاني بحال كيوقع في هولندا وبلجيكا دابا اللي عادي يعملو وهو هادي عادي اللي خدم مع عمي الحاج بالشهادة داك الشخص هذا كيتبع الموتور كيقول لك إياه ولكن الحاج اش كيقول كيف هذا الشخص هذا ما عمرو قاز من كورنيز المرقلة حتى اليوم غايقول من كورنيز المرقلة وكيف هذاك الاشخاص اللي عايتبعو عارف ان عنده الفلوس اذا ربما ديك الناس على برا او شي حاجه هما مخطين او شي حاجه ولا كذا عايتهم ديك الناس على برا اللي كيجيبوا له الفلوس اللي ممكن فيه كيجيبوا الفلوس مثلا كيوم ما عندهم حتى شي حاجه الناس راهم في اوروبا يعني طلعوا بحال اوروبا ملي جابوا الفلوس طلعوا بحال في اوروبا يعني الساعه اللي تم السطو على الاموال ديال العادل يعني ما كانوش الناس هذو اللي كيجيبوا في اوروبا يعني طلعوا بحالهم يعني داك الشيء مخربق يعني شنو غادي يعملوا هاد عمي الحاج غادي يهضر مع الناس ديالو عاوتاني اللي داخل الحسابات ديالو قال لك يمكن هذا عادي ربما هو اللي كذا هو اللي كذا هو هادي كذا ولكن عادي ما عنده شي دليل عليه معناتها هو دا وعاد الراجل تا هو مضروب وكذا وهادي المهم خاص الامور هادي عمي الحاج ما عنده ما يعمل شنو غادي يعمل اللي غادي يعمل هو خصو يفتش شخصي عادي مع مين كان البارع مع مين كان ولي البارع شكون تلاقاه في الصباح شكون مع مين كان وتلاقى على الشي مشامه وكذا والامور وبقات هيداك عساسين عليه وعادي بدو عاوتاني مضروب من راسو كيعاود الدواء والامور تعرف ومتبع ولكن عادي غيطيح واحد الفخ اللي هو صعيب بزاف اما خان الامانه ديال الباترون ديالو اللي هو عمي الحاج وفي نص الوقت زعما يدو مع هاد العصابه هادي وانا قلت لكم واحد جوج من هاد العصابه هما كانوا اربعه هاد جوج العصابه اللي كان بيروس هاد جوج اللي هما كان بيروس عايز يدحوا عادي وعايز حتى جوج البرانتوس اخرين كانوا معاهم عايز يدحوا كلشي غيغبروا عندو لك 400 مليون يقسموها بيناتهم 200 للمليون الواحد وعاد يغبروا فهمتيني يدحوا كلشي زقوا شنو عاد يوقع هنايا عادل كيعايف من داك الناس هادوك كلشي طافي التليفون كلشي ما كاينش كيفتح على اخرين ما كاينش دوك جوج اخرين حتى هما كيتلقاو عادل يعني كيسخسوا على فلاح حنا ما صبرناش كذا فين هما ما عارفينش عادل ترون قمرون قمرون ملي كيسخسي وكيبحث وهادي كيجبر دوك جوج جامبر روس واحد راه في هولندا طرات حول هولندا واحد راه كاين في المغرب هنايا في شي موطع ولكن اش كيعمل في المغرب هذاك ما يبغي الكازينوز ونتنافع في الغبره وشتح وردي اوطيلات هو في مراكش هو في جديده هو في كذا جاتو نك يعني جاو خبر هذا الشيء اللي كاين اما فلان اخر راه في هولندا هذاك عاوتاني تا هو الغبابر امور وبقى في امور هيداك عادي ما عنده كيف يعمل عادي ما عنده شي باسابورتي ماشي باسابورتي ما عنده شي فيزا باش يطلع لاوروبا يعني ما عمرو طلع لاوروبا او عنده شي فيزا باش يطلع لاوروبا او يفتش ولكن ما عندوش باش يفتش خدام ب 200 درهم 150 درهم في النهار بغا يضرب الضربه ديالو صحيحه باش يعمل لاباس طاح في المصيبه وبقى في الامور ديالو هادو في نص الوقت عمي الحاج
عم الحاج مجرع على اللي يعمل خدمه، ولكن طالق عليه الله رقا عاسس ان هنا فيه كيمشي فيه كيجي لعله عاد يتلقى شي واحد. وعم الحاج عامل خطه مع الناس ديالو باش زعما الله يجبر شي خيط يعني مع هذا عادل. عادل مرول كيجيو عنده دوك جوج اخرين يعني تاهم مقردين ما كاين حتى شي حاجه، واخا كيتبعوا كيشوفوا الحاله ديالهم ما كتعنيش معنا عندهم فلوس بقاس الامور هيداك. شني عاد يوقع عاد كوز على الامور هادي تقريبا قول شي 6 شهور ولا 8 شهور عاد كوز على هاد السرقه هادي. عادي الكاس ما خدمه لرد ما كيديها يرضى وكيفتش راس حاهم فلوس والو. ومرون هنا عسبان له عاوتاني حاجه اخرى هو وديك الجوج اخرين ديك برانتوس اللي مداو تما تجدحوا اللي تجدحوا ديك الجوج اخرين. انا قلت لكم العصابه اللي تساووا مع عادي كانوا 4، جوج هما اللي كامبيروج الرئيسيين وجوج كانوا هي برانتوس. دابا جوج كامبيروج هما كانوا رئيسيين هما يسحوا كل شيء، سحوا عادي وسحوا جوج برانتوس وغبروا. بقى دابا عادي ومع دوك جوج برانتوس اخرين تما مداو حتى شي حاجه وكيجيو عند عادل كيقول ربما يكون عادل عنده يدو مع اخرين وهما عندهم حتى شي حاجه وعادل يدو مقرد ما كتبين على ما كاين حتى شي حاجه. هنا شنو غادي يوقع؟ عادل عنده واحد الفكره اخرى عاوتاني لواحد البزنس يا اخوان هو كيصرف هاد الناس كامل الصرفيين كيصرفوا السوق السوداء ما كنبغيش نسميهم راه معروفين. دابا واحد الشخص حتى هو صرفي وعنده الدار ديالو هي في جوايه ديال الجامع المقرع يعني غير هنا عاوتاني في ديال الدرادب ديال الجامع المقرع. يعني هاد الشخص حتى هو بزنس وكيصرف وعندو واحد الخدام ديالو عاوتاني وهاد الخدام ديالو ابنو ماشي شي واحد اللي براني ولا هادي خدام مع باباه هو اللي كيقوم يجيب له ملي كيحتاج باباه شي فلوس شي حاجه يدير شي صرف شي واحد شي واحد شي اورو داكشي مخبى كيصرف ابنو للدار كيجيب اورو اورو عنده في الدار ومخبى في شي مطعم كايلي وما كيعرفوه غير ابنو وهو فقط. كيدين ابنو يمشي للدار يجيب قدام قدام الاورو لا كاين شي بيعه وشاريه شي واحد شي كانتينه كيمشي يجيبها له ويجي. هاد المره صرف ابنو يجيب واحد 70 مليون يعني كامله اورو يعني الفلوس يعني 70000 اورو انا كنقول الاورو كدي 70000 اورو اللي هي 70 مليون ديالنا اي 70 مليون طلع للدار يجيب من بابا لان شي واحد خصو 70000 ديال اورو طلع يجيبها له. المهم عادل كيعرف ان هذاك البزنس كيسرط منو ديك الدار عارف الخطه ديال منو كيطلع يجيب فلوس طلع من الدار كيعرف يجيب فلوس. هنا كنعمل الخطه باش يحس عليه حتى جابت هذا النهار هذا اللي طلع عند منو البزنس اخر باش يعيط ديك 70 مليون وحس عليه عادل وتبعوه هو بدك جوج برانتوس اخرين اللي ما داو حتى درهم مع ديك الكامبير روسي اخرين. تبقى نقول شو دابا هاد العالم ديال الخبيط ديال العصابات وديال التبزنيز وديال الاجرام وهادي هذا كيزداد هذا ما كاينش الرحمه ولا شي حاجه لا جا فيز عاد تحنق عاد تحنق غتكون كما بغيتي تكون لان ما عاد مشيت تدعي ولا شي حاجه الا خصك تكون حقك بيدك شي عام ديال انتقام وتصفيه الحسابات هادشي كيوقع بحال كيوقع في اوروبا مع مكرو مافيا هادشي اللي كيوقع عند تحتي بديتو رزقو حتى شي حد ما كاين الا خصو يصفيها لك او اللي خصو يعذبك باش تعطيه رزقو. اما هادشي كامل ما كايناش حتى هنا كيوقع نفس المنظر يعني عاد تشكى مع الديمورا حتى شي حاجه هادشي كتسمى كامل داخل في اطار خارج القانون بكل شيء يتعاقب. دابا عادي مع دوك جوج اخرين بقى كيتسناو هاد الخطه هادي مع الولد بزنس حتى جابتها النهار اللي طلع لك ولد بزنس الدار جيب واحد 70 مليون تعرضوا له وعاد يديو لك 70 مليون عاد يضرب في الهراوان الراس عاد يديو واحد وعاد لك 70 مليون كيجي ماشي مثلا في شي حاجه واحد ميكه هيدا بحال ما عنده حتى شي حاجه صغيره هيدا وياخر عارض قوالب ديك الشخص هذاك مجرد خرج من ديك الدار ديالو بجا فيه كيسكن قلت لكم في جهه طنجه ديال جامع المقرع خرج من تمايا خارج على شي موطع تاع يوم فحالو شي بار عند الطوبير ديالو باركيا باش عاد يركب هما كانوا حساسين على في الساعه اللي خرج يدور واحد الدوره هيدا قبل ما يخرج الشارع كامل الهراوان الراس داولو الميكا هربوا شحال مشات 70 مليون. هنا ها الخطه دابا عاد شوف فين وصل دابا كنعمل عمليه دابا صحيح دخل اجرام كبير دابا. المهم وهادشي كامل عاوتاني ما كيوصلش للمغزى حتى هذاك اللي تضرب 70 مليون ما يخدمش يتشكى ولا هادي ولا يقول لبابا مشى يا خور عاوتاني بابا قال لك شي واحد مثلا تبعوني ضربني بالهراوه وسرقوا هذيك شكون ما نعرف وبقات الامور هكاك وبدا كيبيحتو وهاديك الجهه ديال الجامع قرا فيه الكاميرات كيبيحتو وعايبان الكاميرات واحد ديك جوج اخرين ما عايبانش يعني عادل واحد ياخو غير واحد ديك جوج شبرتو الكاميرا بوضوح عرفوا هذاك الفلان عرفوا الصوره ديالو كدا بدا كيبحثوا على شكون هو وسخصوا من ادم تعرفوا شكون هو تعرفوا شكون هو. ومني عادي تلقى على القب عند الشخص هذا والشخص هذا عاوتاني عاوزاي في المافيا تاعو كلشي مافيا اللي في العالم كلشي مافيا عيديو ديك الشخص هذاك وتعيس قرو معاه ولكن الشخص هذا شنو يوقع له عاوتاني تو تزداه عادي زداح ديك جوج ياخي عاوتاني كيما زدحهم ياخي زداح ديك جوج هذوك بدا ديك 70 مليون بدا ديك 70 مليون وغبر طلع عند الجبل ديالهم وعندو العائله في الجبل طلع عند الجبل ورياح تما في الجبل مخبى هذوك الجوج ياقرين تا هو عاوز يدحو معاه ثاني. انا نقول لكم واحد منهم كان تشبر وهذيك اللي عاد تشبر هو اللي عايف دار ان عادل كذا كذا عار انا تدحو ولا هذه جبد عادل وهذا منا لا منا هذاك البزناز هذاك البزناز كيعرف
عادي اللي خدام عمي الحاج، امشي عند عمي الحاج يقول له، يقول له يا ودي راه عادي اللي خدام عندك دابا الامور، اللي عمل اللي عمل ما يمكنش. قال لي ودي كيفاش، ها هو فلان قال عندهم شبار الامور، بحثوا معاه هذاك بزنس اللي هو عمي الحاج، قال لهم هذا 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 شبر داك الشخص هذاك، طلعوا له شي مطاع وسيف عرف فعيد، قالوا شوف شي مطاع وكلوه شربوه، طاحوا عليه عاوتاني بالطاسه كيسكر كتنفحيه ها كتسمي كتبلع هاك بامور، ولكن عاودنا الامور اللي هذا 400 مليون هنا ما بغيش يقولها لهم، قول لهم الفرنسي شاف 400 مليون وكذا، وهذه انا اللي عارف هو هذا الشيء هذا 70 مليون ما عارفين الخدمه اللي خدموا هذا الشيء هذا دابا، وما عارفش ني كذا وهذه، ولكن يا اخرين شنو غادي يعملوا؟ غادي يعذبوا عشبروه، كتبوا له رجوع شوف واحد كبير، ملي حشوا في ديك البير، هذيك البير ما فيهش الماء ولا فيها الحجار والخاوي والحياه والعقار اللي كتهرب كيكون في الخطر، بدا كيغوت كيغوت كيغوت. المهم طلعوا عاوتاني، قول لي ما تقولنا ملي شاف راسو اذا، قال لهم هي ان عادل وكذا وربعه بينا وهادي وزدحوا لنا ذوك الجوج كذا الامور. هنايا عرف ان عادل عنده يدو ديك الساعه غير 400 مليون، عادل فين هو؟ ما كاينش هذاك مغرافي يجيب لك. المهم دابا عادل تبر ديك 70 مليون بدا كيتبان له خصو يطلع لاوروبا، خصو يحرق باش يطلع يفتش على داك الشخص ياخو اللي قالوا راه في هولندا يعني. المهم في الجبل تما الباديه ديالو بدا كيفتش، اليوم غدا اليوم غدا على اللي حرقوا، تدبر اللي حرقوا، دخلوا الناس اذا مع فلوس موجوده، حرق حرق، ولكن خلى واحد المقدار ديال الفلوس في الباديه في الجبل عند العائله ديالو، خلى شي 40 مليون تما مخبعه وطلع لاوروبا. فاين؟ قال لك طلع لهولندا. مهم طلع اسبانيا، فتش على بنادم كدا الامور، فتش هنا فتش هادي، طلع لهولندا ومال حارق كيسقسي على فلان، يعني فلان معروف دوك جوج كامل كيعرفهم، كيفتش على فلان كيفتش على هذا السفار بنادم تما كيعرفوه، فين هو فلان فين كذا، قال لك فلان راه في الحبس. كيفاش؟ قال لك راه في الحبس. دابا قلت لكم واحد طلع لاوروبا طلع لهولندا، واحد بقى في المغرب حقا طلع لاوروبا بصح فين هو؟ راه في الحبس. علاش؟ كيقمر شي مطاع ولا شي دبزه وشي بيعه وشاريه وشي وشي دبزه، قتل شي واحد راه في الحبس في هولندا يعني، وتبصح ماشي في كذوب ولادي راه في هولندا ومشبر وما كاينش يسمى انا معروف. هنا تحشات له هاو في اوروبا ودا في نص الوقت، هذاك الشخص اللي خصو يطلع عنده قدام اوروبا هاو مشبر وياخو في المغرب قمرون هنا، شنو غادي يعمل؟ قرع خصو يهود من المغرب، وما فرصوش بان عمي الحاج راه عارف ان راه تعرف انا صرفت 400 مليون وكذا وحساب دابا هي ديك الناس يا اخي ما عارفش ان شنو وقع له. شنو غادي يعمل عاوتاني؟ غادي يعاون اسبانيا وعيبقى في مراكا عاوتاني تما، مراكا عطلهم خوزيرات، خوزيرات عيبقى تما، عيمشي يباس واحد الاوطيل عاوتاني تما، كيعطو الاوطيل مراكش، تلقى شي شخص تما بشباب تما عاوتاني، هذيك الاوطيل زعما تنصبع. المهم عيتلقى في شي واحد تمايا، عيلقى مع شي واحد عنده شي رموكا شي شوفير، عيتسنى عليه يهبطو في الرموكا، يهبطو في الرموكا، ولكن ملي غادي يهبطو لمرسى الطنجيمين عيتشبرو. هاد الشبار هاد الشخص هذا مع ديك المرموكا هبط شي خانم اسبانيا ولا كواغاد كذا. المهم الكوميساريا كلشي لحق هذاك المرموكا، هذاك الشوف درموكا ساوي الحاج، هذا خد داك الشخص ياخور وياخور بحثو بدا الامور جبر من هنايا. المهم قالوا لك حريك زدا وجيت وكذا وهادي. المهم وجبر عنده شحال الفلوس هيدا قليله مثلا كذا، ولكن المرموكا الشوفير هذاك الحبس وعاد مشات الخدمه وعاد تزود راه الحبس وخرج، ضرب شي 3 شهور ديال الحبس 4 شهور خرج، اما الشوفير درموكا بوبري شاتلو الخدمة ديالو لأن دخل فواحد المصيبة وعاد تا كتعرف دابا داك الشيء نخليه هكدا. عادل غيخرج من الحبس، ملي غادي يخرج من الحبس شني عتبان لو؟ عتبان لو يطلع للجبل، لأن عنده فلوسو في الجبل مخبى عند العائلة ديالو. ملي يطلع العائلة ديالو عاجبها داك الشخص اللي خلى له الفلوس عاوتاني، مكاينش فين هو ما نعرف، ما نعرف طاش مشى شي مطاع ولا كتعرف بنادم هذا كيزدح هذا. دابا كنقول لكم هنا غير باختصار زدحوه. المهم غادي يهوت حولو عند طنجة، شني عتبان لو؟ يمشي عند عمي الحاج يدبر عليه، يقول انا خرجت من الحبس انا كذا، على الله يعطف عليه شي حاجه. وعمي الحاج كيفتش عليه وبصح جا عنده وكذا، هادي عمي الحاج انا خرجت من الحبس وكذا وهادي، وقرات يدبر عليه شي حاجه وانا كذا وانا. عمي الحاج قال له الدنيا هانيه كذا الامور عاوتاني، وزرفوا ولا عد عد عاوتاني عاود شي موطا هادي في نص ما بحال عمل ياخر علي كتشفوا عاوتاني الهراوه. قلنا يا ما تقولنا ما بغيش يقول له معايا هبطوا في ديك البير عاوتاني، وديك البير كيخلع. المهم كان عليه الاعتراف، قال لهم هي انا كذا انا هادي كيفاش كيفاش، عاود لهم كل شيء يعني 400 مليون ها اللي كاين ها اللي كاين. ولكن ما فين هما دوك الجوج اخرين؟ قال لك واحد فورا راه في الحبس هولندا، وياخر راه في المغرب من هنايا. عمي الحاج راسو العصابه، انا ما كنبغيش نوضح الاسم ديالو، كان معروف يعني راسو العصابه وكيعرف اوروبا وكيعرف كل شيء. وتصور عيطلع عند عمي الحاج عند الناس ديالو هنا اسبانيا ولا اوروبا،
ويدخل العصابه ديالو، وديك العصابه كتعرف حتى الحراس ديال الحبس، وحق العيون داك الشخص في الحبس تما ياك، وعجبرو مقرد معندو لا فرانك، مشى ديك 200 مليون خصك صافي مشى، ما عندي ما قمار كازينو وقتيل وغبابر ما عندو حتى شي حاجه وما فيها، غيبقاو شي حاجه. المهم بقى الثاني كيف ما غير، ولكن ما عجبروش شي، وخاص الامور عندنا اليوم غدا اليوم غدا، ولكن شكون اللي في الضاق دوزت عليك وفطار مكتف هو عادل، عادل ما دا حتى درهم الا ديك 70 مليون دا منها شي 30 مليون، وبقى 40 مليون في الجبل حتى هي مشات، وبقى حاصل دوك جوج اخرين حتى هما خرجوا كبيه. يعني شو الامور ديال التبزنيز، انا واخا كنبغي نعاود اخوتي والله العظيم عملت الجهد ديالي بصح نقدر نخرج شي اللي كاين في القصه ولا شي حاجه، لانه مقبله بزاف. يعني كنقول لكم العالم ديال الايجار المخدر شي نيفه. المهم بقى عادل شو شنو نعمل، ومع ذلك ما كاين حتى شي حاجه. هنا شنو غادي يوقع، هاد عمي الحاج غادي يقتل عادل، يعني باش برمي يدي ما عندي شي حاجه، غادي يقتل عادل. وشكون اللي غادي يقتل عادل؟ هو داك الجوج اللي قلت لكم برانتوز اللي ما داو حتى شي حاجه، هذاك عمي الحاج غيخلص لهم غير يقول نقتلوا عادل، وغيقتلوا عادل جوج بيهم. ولكن شكون اللي قام عمي الحاج؟ وغيسيبوه في داك البير، وغيبقى في داك البير تما ياك تاع يطلق النسمه، وغيبقى شحال يطلق النسمه، ماشي هي شي راعي ما عندك من فيه لا مانا، ولا شي راعي كيدور تمايا مع شي نسمه مع كذا، مشى قال شي واعي، مشى قال شي واعي، مشى مقدم للتشار شي نسمه، قال غادي يمشي عاد هاد النسمه، جاو الجدرميه فتي جبروا بنادم سيب تما مقتول، يعني كرامت ود بنادم محل تما. شكون هو كيبحثو شكون والو، يا كيبحثو شكون ما، ولكن الجدرميه بحثو تما وجبروا شي دليل اللي هو ديك الجوج اللي كان في الاول كانوا داوها تمايا وكنكتفوا، ديك الجوج اللي كانوا مع عادل اللي كان داع عمي الحاج تما وكنكتفوا من رجلو، باش كيقولوا ما تتقربي، باش قالوا انا عادل هو اللي سرق وانا ربع بينا وكذا. هذاك الشخص هذاك عنده شي حاجه وطاحت له تمايا وفي البصمات ديالو، وبحثوا فيها وعيطلعوا وعرفوا ان هذاك فلان، وعاد يبحثوا وعاد تلقى عليه القبض. هذاك ولا عاد يقول لهم يودي يعملوا مع الامور ديالهم، كيفاش يدخلوا هنا في التفاصيل الدعسه هذه. المهم ولا يعترفوا انك يعاود لهم القصه كامله، اش كاين فيها. المهم عرفوا بان اللي مقتول تما هو عادل، وعرفوا بان اللي قتل هو عمي الحاج، يعني هو اللي محرطهم. فتشوا عندك صاحبه تا هو شبر انا بجيبي ملي قتلوا عادل وسيبوه في البير. المشكل اللي قالوا عمي الحاج تشعلوا على ما جبروا شي خواه باش يطلع لاوروبا، هرب باقي دابا هربان. المهم بقات الامور هيداك، هنا عاد يبان الشخص اخر اللي كان سرق ديك 400 مليون اللي كان مشي طلع لهولندا اللي كان هنايا. هذاك الشخص عاوتاني عايش هنايا، ما عرفش شكون اللي عارفو دابا، جوج صحاب كانوا مشبن عادي الناس عمي الحاج هربان، ولكن ما تعرفش شكون اللي غادي يقول لهم هذا هو اللي كان مع فلان وكذا، ما عرفش اللي كذا، وعادي يجي ليلو وعادي يقتلو. شكون غادي يقتلو؟ هو البزنس اللي ما عندوش اي علاقه بهذا الشخص هذا اللي تسقطو 70 مليون، هذاك تسقطو 70 مليون هي يقتل هذا الشخص هذا، غيقتلو غيطلع الحبس غيتشبر، المهم ما يقولش بزاف غيشبر انا هو اللي قتلو هذي. ولكن دابا علاش قتلو؟ ما عندوش حتى دخله اللي خص اللي داروا 70 مليون هو عادل، اما هذا الدار ب 100 مليون في القصه عادل والبزنس ياخذ عمي الحاج، يعني تكون مخبل بصح مخبل. عمي الحاج هرب، قال لك هرب اوروبا، وفي نفس الوقت عاد يقتل بزنس ياخذ اللي سرق لك ديك اللي سرقت ب 100 مليون وهرب لهولندا، غيقتلوا في وسط الحبس، يخلص عليه يقتلوا في وسط الحبس. عمي الحاج واحد المجرم خطير بصح، خطير، وباقي دابا في اوروبا كيبيعوا شي المخدرات والاموال الطائله اوروبا تما، عندو الناس ديال المغرب كيصرفو فلوس من هنا وفي اوروبا ما كيجي شي، ولكن على المذاكره ديال الباحث ويشبروه شني كتعرف دابا بنادم اوروبا تما وفلوس بزاف، كيعملو ديك كيغيرو الهويه وكيعملو عمليه التجميل والهويه مزوره وكذا وهذي، ولكن عليه الباحث والبيربورت كامل كتفتش عليه، يعني على الباحث عند الحاج ما عرفتش هو هنا رجل مافيا بصح كيفتشو عليه وفي نفس الوقت ديك الجريمه اللي وقعت في وسط الحفل اللي قتل ديك الشخص اخر تساوى ان يعني داكشي متبلبل والروينه وقعت بصح في هادشي هذا، راه مخاربه داخل كانت انا مكرو مافيا كان دار شي هذا بزنس بوليس بزنس هذا الفلوس، هو وقع فيهم كريمي اختار مكرو مافيا وملائكة تنباع في الطاغي وروينا وجا قلالة كبيرة. يعني العالم ديال البزنس ماشي هي المخدم، نقول يعني في كل ميدان كان العالم بحال هكذا، فهمتيني. دابا الامور هذاك الشخص سرقتو 70 مليون، سرق قالو عادل وصحابو، مشى قتل اخر عنده دخل طال الحبس، عمي الحاج هربان، الامور كامله هيدا. ولكن شنو حنا غنستافدو من هادشي هذا؟ الاستفاده ديالنا هادشي هذا هو العالم ديال الاجرام والمخدرات والتبزنيز والخارج خارج القانون كامل هادشي اللي فيها. هاد الناس هادو كيلعبوا بالملايير، ملايير كبيره،
ومع ذلك كاملين الحباسات اللي في الشرشي اللي مثلا تغسل تصب الحسابات. اذا العالم ديال الاجرام المخدرات ما كيصلحش بصفه عامه، وخاصه الجيل الصاعد شي عرب اللي باقي مدوخ اللي كيدخل كيهضر كيما عندنا كيدخل دابا اليوتيوب عفوا التيك توك كيعمل داك اللايفات كيطلع بنادم كيبقى يهضر في اللايفات انا في هولندا عملت وانا شرحت وانا شرحت وانا تبيزين وانا في الصرف وانا الفلوس وانا الغبره الكوكا ما عرفتش اني هو واخا يكون داكشي زعما صعب كيكذب كيعمل مشاكل راسو وراه يعني بنادم حنا ملي كيسمع انسان داكشي على المواقع كيتيق صافي داكشي راه بزنا راه كذا.